أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية رسميا وقف رحلاتها من من وإلى العاصمة الإيرانية طهران وذكرت الشركة في بيان لها أنها أوقفت الرحلات المباشرة من العاصمة البريطانية لندن إلى طهران اعتبارا من الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري وأضاف البيان أن الرحلة الأخيرة لشركة الخطوط الجوية البريطانية ستكون من طهران إلى لندن في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري وعزت شركه قرارها بوقف الرحلات المباشره بين لندن وطهران لاسباب تجاريه وتواجه الشركات الاجنبيه المتعامله مع طهران ضغوطا بسبب العقوبات الامريكيه التي تم فرضها الشهر الماضي على ايران واخرى مرتقبه في شهر نوفمبر المقبل